نيجاتيف 4 اللي بالك نيجاتيف 4 ادت على 6 يبقى 6 الريزلت يبقى بكام؟ يساوي 2. يعني خلي بالك بضرب تحت بجمع على الفاليو بكتب هنا نيجاتيف 8 بلس 8 الريزلت ب 0. هكررها نيجاتيف 8 تايمز 0 ب 0 بلس 0 يديك 0. نيجاتيف 8 تايمز هاف بنيجاتيف 4 ب 0 يديك نيجاتيف 4. نيجاتيف 8 تايمز 0 ب 0 يبقى ده ب 0. نيجاتيف 8 تايمز 10 بنيجاتيف 80 بلس 0 يبقى ده بنيجاتيف 80. كده انا عملت الفيرست اوب. بعض التيبلز اللي موجوده معاك في البي دي اف لان انا عارف ان الفاليو بتاعت الزد انا دايما باخدها ابسيوت من غير الشارت. لكن اكشوال وانا بحسب بحافظ على الاشارات. فمن فضلك سيب الاشارات وانا اوريها لك دلوقتي في تيبل وانا بعملها. يبقى سيبها عشان ما تتلخبطش في الجامعه وفي الطرح. كده انا خلصت الرول بتاع الزد. بنفس الاسلوب بالظبط هعمل الرول اللي بعدها. تعالى بقى كده وانس مور. برضو على الرول بتاعي ده وانا عايز دلوقتي مكان ال 2 دي يبقى هنا في 0. وانس مور ايوه قول لي كده عشان اخلي هنا 0 انستيد اوف 2 هضرب ال 1 ده في نفس الرقم بس بتشرب غير هضربه في نيجاتيف 2. ستارت بقى من البدايه نيجاتيف 2 في هاف بنيجاتيف 1 بلس 3 يبقى ده بيساوي 2. تاني وانس مور نيجاتيف 2 في هاف بنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 بلس 3 الريزلت بكتبها هنا. تاني بضرب تحت بجمع الفاليو بكتب هنا نيجاتيف 2 تايمز 1 بنيجاتيف 2 بلس 2 يديني 0. نيجاتيف 2 في 0 بلس 1 يبقى اذا على طول هينزل 1. نيجاتيف 2 في هاف بنيجاتيف 1 بلس 0 يبقى نيجاتيف 1. نيجاتيف 2 في 0 بلس 0 يديك 0. نيجاتيف 2 في 10 بنيجاتيف 20 بلس 24 النمبر ده بوزيتيف. ولا هعيد تاني. انا عايز تحت ال 1 يظهر 0. ده انت محظوظ لان في تحت 0. ده معناه ان اللاست رو انا مش هعرف فيه هنقله. يبقى ده عباره عن ال 1 ده 0 ده 0 ده 0 ده 1 ده 6. كده خلصت الايتريشن اللي انا قلته. يبقى في الوضع ده انا عملت السكند ايتريشن. ستوب. أول حاجة عايز أعرف أنا اتنقلت فين. افتكر معايا وأنا بشرح لك من شوية إن أنا في الفيرست ايتريشن أنا إكس 1 وهنا إكس 2 أنا كنت واقف هنا عند الأوريجن اللي هي 0 0. اللي حصل دلوقتي إن التيبل بدأ يتنقل من نقطة الـ A للنقطة الثانية اللي موجودة في الفيزيكال كيمي اوبسكريبشن. ارجع على البيزك فاريبلز، هتلاحظ البيزك فاريبلز اكس 3 بعدين اكس 2 بعدين اكس 5. دلوقتي الاكس 2 بتساوي كام؟ بتساوي 10. يعني اكشوال انت اتنقلت من 0 0 للبوينت دي اللي فيها اكس 2 ب 10 وهرجع لها. هل في هنا اكس 1؟ مفيش اكس 1. يعني ده معناه ان انت رحت عند البوينت 0 ب 10. افتكر الاوبجكت فانكشن which is z 6x1 زائد 8x2. تعال بص كده لو انا خدت البوينت دي وعملت فيها هنا سبستيوشن اديك الزد بيساوي 80 يعني نفس الرقم اللي انت جبته بالظبط. بص بقى هنا x1 بتساوي 0 هنا x2 المفروض ان انا اضرب معايا ب 10 وده هيتغلب ان الزد بتساوي 80 يعني لذلك انا بكتب هنا الفاليو في الوسط. لاحظ ان الرقم ده باخده اوبوزيت ساين جبت الفاليو طبعا الكلام اللي في الجنب ده انا مش هكتبه في اي موديل انا بشتغل فيه، انا بس بكتبه عشان اوري لك ايه اللي حصل بالسيستم ازاي ابديت. السيستم مش هزار، هو كان عند الاوريجن بعدين شاف يمشي ينتج اكس 1 ولا ينتج اكس 2؟ لا اكس 2 هتكسبه اكتر فراح بادر عند اكس 2 راح عند البوينت اللي طيب السؤال ان البوينت الجديده دي اولا فيزابل ثانيا انت كنت زد بصفر بقت زد ب 80. السؤال اللي يجي دلوقتي يا ترى انا كده الاوبتيمال سولوشن ولا لسه ممكن يبقى في حل احسن من كده؟ اعرف ده ازاي؟ بنفس الاسلوب هعيد نفس الستبس اللي فوق. هبدا اخش على طول على الاوبجكتيف فانكشن. ادي الزد اخش فيها خلاص. طبعا الفيرست ايتريشن ما عادش تبص لها ما عادتش اكزيست اصلا. دي اخر ايتريشن اللي بيمشي معاها.
السؤال بقى دلوقتي، يا ترى التمانين ده الاوبتيمال ولا ممكن يبقى احسن من كده؟ اعرف ازاي؟ اخش في الاوبجكتيف فانكشن اللي هو الرو بتاع الزر، ادور على الماكسيمم بوزيتيف فاليو اف اكزيست. تعالى كده نيجاتيف نيجاتيف، يا نيجاتيف يا زيرو، خلاص نيجاتيف زيرو نيجاتيف زيرو. اوبا لقيت هنا في مين؟ في 2 which is positive. يبقى السولوشن اللي انت وصلت له كان بي ابديتد. طب ازاي يبقى ابديتد؟ اختار ان ده يبقى الانترنج فاليوبل بتاعي، يبقى انا هنا عندي انترنج فاليوبل محاولة، وهبدا اعيد الستبس، هاجي على الرو ده او القلم ده وابدا احدده اهو. نفس الكلام كده، ده معناها القلم بتاع اكس 1 يبقى اكس 1 هيدخل الحل. اروح اجيب الريش، الريش بجيبها ازاي؟ باخد الفاليوز واقسمها على النمبرز دي، 4 divided by 2 هقسم ال 4 على 2، يبقى اذا انا عندي 4 divided by 2 الريزلت اللي طلعته. بعدين 10 divided by half يدي لك 20. بعدين 6 divided by 1 يدي لك هنا مين؟ يديني هنا 6. عندي 2 وعندي 20 وعندي 6. انا بختار الايفن الليست بوزيتيف فاليو. يبقى اذا مين اللي هيبقى ايفن؟ ده معناه الليفن فاليو بتاعي اللي هو مين؟ اللي هو اكس. ونفس الاسلوب هروح على الجزء ده كده اهو، اعلم الصف بتاعي، ده اللي هيبقى الليفن فاليبل اللي احنا بنتكلم عليه اهو اهو. ده الليفن، يعني اذا دلوقتي المتغير اللي انا محتاج اغيره البوزيتيف 2 دي، ارجع اعيد عليها خلي ده واحد وخلي الصف او العمود بتاعه كله سيرفس. كفايه كده من التيبل ده والسلايد ده، تعالى اقول لك وهو مرسوم، وبعدين نعمل الترايل الاخيره برضه مع بعض زي ما احنا شفنا. طبعا ادا الاكس 2، بعدين الستيب اللي بعديها انا ديت الشكل بعد ما حددت ووصلت للسكند ايتريشن الاوبتيمال. لاحظ ده اللي انا كنت بكلمك عليه، ان في الاوبجكتيف فانكشن بعض البي دي افات اللي انا كنت بقول للناس ان انا هاجي اعمل الجزء ده ولا ابص فيه. ده نيجاتيف 80، ده اللي احنا عملناه من شويه، دي السكند ريتريشن والارقام ابديت. الارقام بتوعي 4 و2 و6، وبعدين هبدا اشوف بقى مين الانترنج فاليبل والليفنج فاليبل وهو خلاف. يبقى دي النقطه اللي حد منكم سالني عليها، ام سوري مش فاكر الاسم. هبدا اشوف الانترنج فاليبل مين اللي هيدخل، هيبقى اكس 1 لان الفاليو بتاعته بتساوي 2. هبدا اجيب ريشيوز، ريشيوز لازم 4 اوفر 2، 10 اوفر هاف، 6 اوفر 1. اخترت الليست اوف ذا اللي هو 2، يبقى زي ما انت شايف الاكس 3 هيخرج من الحل ويدخل مكانه اكس 1. طبعا ده شكل التيبل، ده الفيرست ترايل، ده السكند ترايل، لان التيبل بيبقى بقى المفروض ورا بعض كده. ده السكند ترايل، حددت مين اللي هيدخل الحل ومين اللي هيبقى ليفنج زي ما احنا كنا عاملين من شويه. وانا دلوقتي داخل على فين؟ على الثيرد ايتريشن. اوكي؟ طبعا علشان اتكلم على ده واحله معاك، انا على طول عملت ايه؟ انا شلت دي وكبرت الاثنين دول عشان نحل فيهم مع بعض. يعني ايه؟ براحتك. طبعا خلي بالك ان في المرحله الراهنه دي الايتريشن اللي في المنيو، اللي فوق دي لا. اهو انا رجعت اهو، خدت يعني تاني وانس مور، اكني خدت الاثنين دول بس. ده اللي انا عملته هنا عشان عايز ابدا معاك بقى ايه الستبس تاني وشوفها مع بعض. ولقيت ان ده انسب حل نعمله. بص بقى خلي بالك، ركز معايا بقى. خلاص انا دلوقتي فاهم ان ال 2 دي هتنزل بقى في الفيرست السيرد ايتريشن، هبدا اكتبها على طول. هرجع تاني من الاول. هنا مين؟ ده الزد. اكس 2 هيبانه زي ما هو، انا مش هغيره. اكس 5 هيبانه زي ما هو، انا مش هغيره. لكن مين اللي هيتغير؟ اكس 3 هيخرج ويخش مكانه اكس 1، يبقى ده اللي هو اكس 1، انا كتبته اهو بلون مختلف. خلي بالك الانترسكشن بتاع اكس 1، يعني ده مع اكس 1، ده العمود بتاع اكس 1، يعني الرقم ده لازم يبقى 1. اللي فوق بزيرو واللي تحت بزيرو. طيب هل الرقم ده في الفيرست سكند ريتريشن 1؟ لا، لانه 2، يبقى لازم اقسم النمبرز دي كلها
باين لي. start 2 over 2 يدي لك 1. 0 over 2 يبقى 0. 1 over 2 يدي لك 1 over 2. negative 1 over 2. بعدين 0 over 2. بعدين 4 over 2 يديني مين هنا؟ يديني 2 بتاعتي. يبقى انا كده عدلت الفاليوز بتاعت x1 زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. الستيب اللي بعدها عايز فوق ال 1 0 وتحت زيروز. اهو يلا هبدا اعمل كده. لاحظ ان الست هنا باتنين. ازاي اخلي الاتنين دي تتكتب هنا بزيرو؟ هاخد الاتنين دي بس اوبزيت سايد اللي هو نيجاتيف 2. اعمل له ملتبليكيشن في نص ال 1 بعدين اجمعه على اللي فوق. هبدا بقى من هنا. نيجاتيف 2 في 1 بنيجاتيف 2 بلس 2 يديني زيرو. نيجاتيف 2 في 0 بلس 0 يديني زيرو. نيجاتيف 2 في هاف يديني نيجاتيف 1. نيجاتيف 2 في نيجاتيف هاف هيديني بوزيتيف 1. وانا عندي نيجاتيف 4 يبقى الفاليو دي نيجاتيف 3. نيجاتيف 2 في 0 بلس 0 ب 0. تاني وان سمول تفتكر ان الرقم ده بالنيجاتيف. نيجاتيف 2 في نيجاتيف 2 فنيجاتيف 2 في بوزيتيف 2 يديني نيجاتيف 4. بلس نيجاتيف 80 النمبر ده نيجاتيف 84. دي اول واحده. هكرر تاني. عايز تحت الواحد 0. بس اكشن تحت الواحد هاف. خلي بالك لما بتعمل ده ملتبليكيشن في فراكشنز. يعني ال 1 ده انا هضربه في نفس الفاليو دي بس نيجاتيف. يبقى نيجاتيف هاف تايمز هاف هيبقى ب 0. نيجاتيف هاف تايمز 0 بلس 1 ب 1. نيجاتيف هاف تايمز هاف بنيجاتيف 1 اوفر 4 بلس الزيرو يبقى نيجاتيف 1 اوفر 4. نيجاتيف هاف تايمز نيجاتيف هاف بالاكوردر 1 اوفر 4 بلس هاف يديك 3 اوفر 4. نيجاتيف هاف في 0 بلس 0 ده ب 0. نيجاتيف هاف تايمز 2 بنيجاتيف 9 سوري نيجاتيف 1 بلس 10 يديني على طول فاليو تاني. نفس اللي انا عملته ده تاني هكرره لان عايز الفاليو دي تبقى ب 0. بس هي هنا بكام؟ ب 1. فده معناه ان هضرب الرول اللي بنزلك في نيجاتيف 1 واجمعه ده. نيجاتيف 1 بلس 1 يديني 0. نيجاتيف 0 بلس 0 يديني 0. نيجاتيف هاف بلس 0 يديني نيجاتيف 1 اوفر 2. نيجاتيف نيجاتيف هاف هيبقى بوزيتيف هاف. نيجاتيف 0 بلس 1 ب 1. نيجاتيف 2 بلس 6 اداني هنا فلوس. يرفع. ارجع اضرب عيني تاني على التيم اللي جاي. تعال بص احنا جيند ايه؟ انا كنت واقف فوق اذا واخد بالك هنا عند اكس 1 ب 0 واكس 2 بتساوي 3. تعال بص تعال تعال اكس 1 الفاليو بتاعتها بكام؟ ب 2. يبقى انا دلوقتي اصبح اكس 1 بيساوي 2. خلي بالك اكس 2 بقى بيساوي 9. اهو ده اكس 2 بيساوي 9. بوث اوف ذيم ويل ديفولت زد ايكوال 84. خلي بالك انا ممكن اعمل تشيك لان انا عارف ان الزي بتساوي 6 اكس 1 زائد 8 اوفر اكس 2. لو انت عملت سبستيتيوشن هيبقى 6 تايمز 2 ب 12 بلس 8 تايمز 9 which is 72. The sum of them will be 84. We are in a very good shape. كل حاجه مظبوطه. طيب الحل اللي انا وصلت له عند اكس 1 ب 2 واكس 2 ب 9 يا ترى ده الاوبتيمال سولوشن ولا ممكن ان تعمل له فارذر ديفلوبمنت او فارذر امبروفمنت؟ اعرف منين؟ وانس مور هخش على الاوبجيكتيف فانكشن. هل في عندي ماكسيمم؟ هل في عندي بوزيتيف نمبرز اكزيست؟ لا مفيش. الف 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 مبروك. ستوب اوبتيمال از ريتشد. انت كده جبت الاوبتيمال سولوشن. يبقى كده انا كنت واقف عند بوينت 0 رحت عند البوينت اللي هي 0 10 بعدين اتحركت عند البوينت اللي هي فيها اكس 1 ب 2 واكس 2 بتساوي 9. دي البوينت اللي هتديني الاوبتيماليتي بتاعتي. شباب عيد الجدول ده اكتر من مره لغايه لما يبقى بالنسبه لك خلاص كلير 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 مفيش كلام. ده مهم يعني. خليني بقى علشان ما اطولش عليك انا الكويت اهو. وطبعا ده الشكل بتاع الثيرد سكند ترايل تاني او ثيرد ترايل. خلاص هنا مفيش انترنت فاليوبل. عايز اوري لك ازاي بكتبها، ازاي بعمل سمك، لان ده اللي يهمني. ده ممكن يجي لك عليه ام سي كيو، يعني ممكن يجي لك تيبل فاضي وتدخل، ممكن يجي لك الفاينل تيبل وده
ثلاث شهور يعني في الفاينل اكزام انا هشوف ان اسهل حاجه اعملها لك ادي لك الفاينل انتريشن تيبل ادي لك ده وادي لك الموديل بتاعك واطلب انك تديني السمري اسالك على السمري يعني اكس 1 بكام اكس 2 بكام طب مين الاباندنت طب مين البايندنج طب مين النون بايندنج كل ده اعرف بلحظات كل حاجه اعرف بلحظات هنا خلاص انا وصلت للفاينل تعالى اشوف انا هعمل اجمل سمري اللي ممكن تعمله اول حاجه ابدا اكتب الفاريبلز بتوعك اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 ادي الفاريبلز بتوعك هبدا ابص على البيزك فاريبلز الاحظ ان اكس 1 موجود والفاليو بتاعته بتساوي كام؟ بتساوي 2 يبقى اكس 1 بتساوي 2 الاحظ ان اكس 2 موجود والفاليو بتاعته بتساوي 9 يبقى ده x2 بتساوي 9 لو انا خدت ال 2 values دول ورحت على الزد اللي هي 6x1 زائد 8x2 هلاقي ان ال value اللي هي ب 84 دي ال objective function بتاعتي يبقى انا هنتج من x1 2 x2 هنتج منه 9 الماكسيمم اللي انا هجيبه ب 84 بعدين هنزل هل انا عندي x3 لا يبقى الفاليو زيرو. هل انا عندي اكس 4؟ لا يبقى الفاليو زيرو. هل انا عندي اكس 5؟ ايوه. يبقى اكس 5 بيساوي، اكس 5 بيساوي 4. افتكر ان انا قلت لك ان اكس 3 ده كده فيرست ها كونسترينت. اكس 4 بيتكلم على السكند كونسترينت. اميجر السكند، سنسور للسكند كونسترينت. X5 ده بيتكلم على الثيرد كونسترينت أي كونسترينت أما يبقى X3 و X4 بيساوي زيروز ده معناه إن دول اللي هم اسمهم باين دينج كونسترينت دول الباين كونسترينت يبقى الفيرست كونسترينت ذا باين كونسترينت والسكند كونسترينت also is a binding constraint. لاحظ ان both of these constraints طبعا هو binding constraint او سوري هو مفيش اس معلش مفيش اس دول binding constraints. ال binding constraints دول معناهم ان هم استهلكهم تماما عشان توصل للحل اللي هو 84 فلذلك both of these constraints او first material second material بيطلق عليها scarce ماشي materials. الماتيريالز دي scarce خلاص خلصت. وونس ان x3 و x4 بقوا بزيروز روح على الرو بتاع الاوبجيكتيف فانكشن. روح على الرو بتاع الاوبجيكتيف فانكشن. هتلاحظ حاجه غريبه جدا. ان عندي x3 there is a negative value وعندي x4 there is a negative value لان دول binding constraints وهم scarce يطلع لل x3 لاحظ كده يطلع لل x3 y1 unit worth من first constraint اللي هي هنا خد عكس الاشاره بتساوي 1 وده اللي انا بسميه ال unit worth of first كونسترين ده اللي كنت بجيبه من الفيزابيلتي اناليسز اللي موجود عندك في شابتر 2 وكنا بنغلب فيه نجيب الكونسترين ونطلعه فوق وننزل مش عارف الكونسترين ننزله لتحت ونمد التو بوينتس ونعمل فيهم سبستيتيوشن في الاوبجيكتيف وسبستيتيوشنز في الكونسترين والريشيو اللي تطلع هي دي اللي بسميها يونت وورث هنا قدمت لك على طبق مفضل نفس الموضوع واي 2 اللي هو بتاع السكند كونسترينت اللي هو سكارس ده بيساوي 3 وطبعا اليونت وورث اوف ذا هنا ده السكند كونسترينت. طيب بالنسبه للسيرد كونسترينت، السيرد كونسترينت ما فيهوش مشاكل معاك. ده مش كده وبس، ده لا زال متاح منه 4 فبالتالي يعني 4 يونتس، يعني بدل ما كان الافيلابيلتي بتاعته 6 لا زال من ال 6 دول فيه كام؟ 4 اوف ذم اوريدي اكسست. يعني ده معناه ان ده نون بايندنج
كونسترين. الكونسترين ده نون بايننج وستيل افيلبل في منه فوليومز، يعني ما عندكش مشكله في السيرف ماتيريال. انت استهلكت في الحل 2 طن من اصل 6 طن، يعني ما عندكش مشكله تماما مع اكس 5 او السيرف كونسترين، وبالتالي انا بسميه اباندنت كونسترين. انت عايز ايه تاني؟ لاحظ الاناليسيس ده ادالك مين الاوبتيمال بوينت؟ ادالك اكس 1 اكس 2 تو ديفولف الماكسيموم الاوبتيمال سولوشن بالنسبه ليك، ادالك الفاليو اوف الاوبجكتيف فانكشن، ادالك مين البايننج كونسترينتس، ادالك اليونت وورسز كنت بتغلب عليهم. يعني ناقصك هنا لو انت عايز تعمل سنسيتيفيتي اناليسيس، واصلا ام سوري اوبتيماليتي اناليسيس، ولو عايز تعمل اوبتيماليتي اناليسيس بتحتاج البايننج كونسترينتس، والبايننج كونسترينتس كمان تحدده عندك اللي هما 3x1 زائد 2x2 ليه دان ايكوال 24 و x1 بلس 2x2 ليه دان ايكوال 20. كل حاجه موجوده عندك ودي رابط السينابس. طبعا الكلام ده كله هتلاقيه موجود عندك في البي دي اف اهو. انا كاتب الزد، كاتب اليونت فورسز، كاتب لك مين الكونسترينتس اللي هما سكيرس اللي هما لايننج كونسترينتس، مين الاباندنت واباندنت. ده شكل التيبل بقى لو انت بتعمله كله على بعضه ورا بعض بينزل للترايلز زي ما حضرتك شايف كده. اتمنى ان الموضوع بتاع النهارده يكون واضح بالنسبه ليك، وانا حبيت ان انا اصور الفيديو ده مخصوص علشان يبقى الامور مور كلاريفايد بالنسبه لك. اشوفكم المره اللي جايه ان شاء الله. شكرا، تحياتي.